كولكشن كامل مثل ما تشوفوا هنا من القمصان. شوفوا القميص اللي انا لابسته اليمينه كلش حلو وطويل وعملي بنفس الوقت. طبعا بالنسبه للقمصان دبرت عنه بعد موديلات ثانيه مختلفه بكل القياسات. هذا الشكل ايضا توفر عندنا هذا اللون، توفر عندنا اللون الابيض بالنسبه لهذا الجزئين، ايضا توفر باللون الاصفر واللون عندنا السمائي والوردي وعندنا الاخضر والابيض والاسود وهذا الطويل. طبعا كلش حلوه ثمانية عمليات كل الالوان مالتهم اللون، واهم شيء الاسود موجود والاخضر والابيض والوردي. وهذا نفس اللي انا لابسته يكون بهذا الشكل. طبعا هم كلهم عليهم الثياب داخلات من ضمن الثياب، هذا الابيض وهذا الوردي وبعد الاخضر وهذا بعد الزيلات ثانيه مختلفه. اذا حبيتهم اكيد